قلبك بيروح فين؟ قلبك بيروح فين؟ قلبك بيروح فين؟ مع الإعلامية دعاء فاروق. مع الإعلامية دعاء فاروق. على 887 FM. راديو مصر. رمضان بيجمعنا. هذا البرنامج برعاية جمعية البر والتقوى المصرية، رقم التسجيل الضريبي 618-608-168. يا ترى قلبك بيروح فين؟ قلبك النهاردة هيروح معانا للإخلاص في حياتنا. هقول لكم دعوتي المفضلة، دعوتي المفضلة على الإطلاق، واللي دايما بدعي بيها في سري وعالشاشة وفي كل وقت. اللهم ارزقني الإخلاص في القول والعمل. ما هو القول ده لاني بتكلم كتير طول النهار والليل، رغي 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 قدام وورا، وربنا سبحانه وتعالى في آية قرآنية كريمة عاملة لي رعب: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يا نهار أبيض، يعني يكون بقول حاجة واعمل غيرها؟ دي مصيبة، دي مصيبة. عشان كده بفضل أدعي اللهم ارزقني الإخلاص في القول والعمل. والإخلاص بقى إنك تتعامل وتتكلم وتشتغل وإنت مخلص النية. طب يعني إيه مخلص النية؟ يعني يا رب كل كلمة بقولها تطلع مني بصدق من غير كذب ولا لف ولا دوران ولا خداع. كل تعاملاتي مع الناس يبقى ظاهرها زي باطنها، اللي أقوله في وشهم هو اللي يتقال من وراه. كل الشغل اللي بتشتغله تعمله بإتقان وإخلاص كله. من الآخر كده، الإخلاص ده هو سر الصنعة الحلوة، هو سر العلاقات المستمرة، هو سر القبول اللي ربنا بيحطه في أي حد الناس بتحبه. أول ما تلاقي نفسك وتظبط نفسك بتقول جملة من إياها، اعرف على طول ان الاخلاص ده ما عتبش من قدامك. يا ترى ايه الجملة اللي هتقولها وتظبط نفسك متلبس مش مخلص؟ هقولها لكم بعد الفاصل. قلبك بيروح فين؟ قلبك بيروح فين؟ قلبك بيروح فين؟ مع الإعلامية دعاء فاروق. على 887 FM. راديو مصر. رمضان بيجمعنا. هذا البرنامج برعاية جمعية البر والتقوى المصرية، رقم التسجيل الضريبي 618-608-168. رجعنا لكم في قلبك بيروح فين، ومعاكم دعاء فاروق. كنا بقى بنتكلم على الإخلاص وإخلاص النية. طيب، أول ما تظبط نفسك متلبس بتقول أنا يا دوب هشتغل على قد فلوسه، هو كده ده اللي عندي. أول ما تلاقي نفسك بتزوغ بدري من الشغل، أو بنعمل أفلام بقى، أصل المدام بتولد، أصل مراتي حامل بقالها 3 سنين ما بتولدش، أصلها تعبانة، أصلها لازم أديها الدواء في معاده، أصل ولادي في المدرسة طردوا وهم متخرجين، أصل أمي ماتت ميتة بقالها 10 سنين. يا حرام. مبروك يا حبيبي، ألف مبروك، أنت كده واحد عديم الإخلاص بالمرة. أول ما تلاقي نفسك بتكدب على المدام، ها؟ على المدام، وبتعمل حاجة أنت مش قادر تواجهها بيها، حضرتك شكرا كده، ألف مبروك يا حبيبي، أنت اتحطيت في خانة الزوج المعروفين دول، ده زوج مش مخلص خالص، وبعد كده عارفين السكة اللي بيروحوا فيها وما بيرجعوش. الإخلاص بقى في العلاقات ده بيتقاس حضرتك بجهاز كشف الكذب. تكدبي على صاحبتك وبتغفليها وبتتكلمي عليها في ظهرها وعاملة قدامها حبيبتها قوي، حبيبتي وأحضان وبوس، وفي ظهرها بقى منتفة في سيرتها هي وأهلها، شكرا. واعرفي ان انت هتتكشفي ان آجلا او عاجلا، وهتبقى حكايتك عبارة عن اللب والسوداني بتاعت اي قاعدة بقى، هيجيبوا سيرتك كده ويتنضروا عليكي، هيجيبوكي كنموذج، نموذج للصحبة غير المخلصة اللي خانت صاحبتها وعملت وسوت. طبعا احنا عارفين الخيانات بتبدأ من فين لغاية فين، تاخد البي وتمشي.
العلاقات الإنسانية بين الصحاب والإخوات والأزواج، يعني أنا وأختي، أنا وجوزي، أنا وبنت عمي، أنا وقرايبي، العلاقة دي يا جماعة لو ما كملتش مؤبد يبقى فيها حاجة مش مظبوطة. يعني لازم، يعني إذا ما، يعني إذا ما فيش حد مات، يعني طول ما أنتوا عايشين على وش الدنيا على الأقل مؤبد كويسين، اتخانقوا عادي بس تقطعوا بعض بعد سنتين لا فيش إخلاص خالص، فيش إخلاص بخمسة جنيه، ما عندكوش في البيت والله إخلاص بخمسة جنيه. هنكمل معاكم بعد الفاصل. قلبك بيروح فين؟ قلبك بيروح فين؟ قلبك بيروح فين؟ مع الإعلامية دعاء فاروق. على 887 FM. راديو مصر. رمضان بيجمعنا. رجعنا لكم وقلبك بيروح فين ومعاكم دعاء فاروق. كنا بقى بنتكلم عن الإخلاص. الإخلاص في العلاقات عامل زي الشريان اللي بيضخ في القلب كده. بيضخ ايه بقى؟ بيضخ حب وجدعنة، وبيخلي الناس كده واقفين مستأسدين في ظهر بعض، وبيردوا غيبة بعض، يعني تبقى انت قاعدة وبيتكلموا على صاحبتك وتسكتي وتسمعي، يا سلام. يعني ازاي؟ يعني ازاي ما ترديش غيبة صاحبتك؟ ازاي؟ ده انت لا تبقي صاحبتها ولا ينفع تكوني صاحبتها. ازاي يعني حد يتزنق لك كده وانت بتحبيه قوي مخلصه فتقولي ايه؟ طب ما يعني بيطمنيني عليكي، يا سلام. بيطمنيني، اجري يا حبيبتي، اجري حطي حاجه على نفسك واجري لحقي الحقي صاحبتك، عيب والله. والاخلاص ده سهل كده؟ ولا اي حد يقولك انا مخلصه جدا في علاقاتي؟ مخلصه في علاقاتك لوحدك كده؟ قدمي، في فواتير بتدفع. الاخلاص له فواتير لازم ندفعها. أما بقى إخلاصك مع ربنا فده رمانة الميزان في حياتك كلها اللي بتظبط لك كل تصرفاتك. وعلى فكرة الإخلاص بيوصل للإحسان، فلما تخلص لله هتوصل لمرحلة الإحسان، والإحسان هو إنك تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك. الإخلاص هو توليفة صدق على وفاء على إحسان، وممكن كل ده نختصره في سيدنا أبو بكر الصديق. يا سلام، ده تسمى الصديق من صدقه وإخلاصه للنبي عليه أفضل الصلاة والسلام. ويعني في تصرفاته من أول ما النبي، أول واحد آمن بالنبي، أول واحد، إيه الإخلاص ده؟ عشان صاحبه صديقه، أول واحد آمن به في الرجال، اول واحد يدخل الغار لانه في عقربة او تعبان او كده، يفدي النبي، يفدي النبي بحياته. امال تسمى ابو بكر الصديق كده عادي؟ الاخلاص. يا رب نوصل لربع الناس دي، يا رب نوصل لربع اخلاص الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام، يا رب نوصل لاخلاص الناس اللي بتدخل الاسلام جديد، لانه بيدخلوا باختيارهم، الاجانب اللي بيسلموا عن قناعة، يا رب نوصل لإخلاصه. بشكركم، نتقابل بكرة في نفس معادنا على راديو مصر. وقلبك بيروح فين؟ هذا البرنامج برعاية جمعية البر والتقوى المصرية، رقم التسجيل الضريبي 618-608-168. قلبك بيروح فين؟ قلبك بيروح فين؟ قلبك بيروح فين؟ مع الإعلامية دعاء فاروق. على 887 FM. راديو مصر. رمضان بيجمعنا.